المنطقة اسمها القديم الصناعة القديمة هسه يسموها حي العروبة رسميا يعني هنا نحن منطقتنا خاصة غادي نفيض بالمي لأن المي كله يجي من الشارع العام ومن الأفراح كله يجي هنا فجو على أساس يبلطون يا قلنا لهم نحن نفيض أنا ثلاث مرة صفيت بيتي كاشي أعليه هسه غادي عندنا بيوت سقطت من كل ما يجون يجيبون زفت ويخلون فوقه يجيبون زفت ويخلون فوقه كل ما يشمتون يعني يصبون زفت يعني يبلطون يبلطون قصدي كل ما يبلطون يجون تقريبا 25 سنتيم 30 سنتيم وسقطوا ماكو شهرين ثلاثه ويخرب لان يعني هنا كل التريلات تجي والشارع ما يتحمل من قصه الشارع اللي ورانا هذا هذا الشارع اللي هذا بحياته هذا بحياته ما كنت بلط فهسه على اساس بلطوه داقشق سوى عالي يعني هذا كله شغله حشاك ايش يعني سقط بسقط ما عندهم شغله مضبوطه يشتغل اللي يعني بالشكل هذا المقاول لو هو على اساس المقاولين المقاول هذا قالوا من اللغوات مع منين ويجي المهندس يقول انا اشتغل بكيفي نحن بالصناعه القديمه يم حي العروبه يم دوره الحمامل نحن المياه هاي تجمع شنو قصتها نحن هذا نحن هذه نعاني من هاي المنطقه يعني هاي سنين جو قبل فتره جو هين المهندسين قلنا لهم يابا نحن هذا يجينا الماء من الجديده الماء هاي هذا تفيض بالشتاء تفيض وهذا بيتنا سقط سقط جو بلطوا كل ما يجون يبلطون يا يابا هذا بيوت انا يعني سقطت البيوت يتمهزون بي تبليط انا ماذا شفت تبليط ماكو ما تبليط دق هاي الساق اعلى من البيت دقايق هاي الساق يتلخ انت تقول تبليط وين تبليط ما ماكو ما تبليط نحن وهذا شارع هذا فرعنا ما يرد ولا مجاري يعني يجي الماء يفوت على بيوتنا اشاكم من الجديده يجي يفوت على بيوتنا ونحن هاي نعاني هاي سنين نعاني لا تنظيف لا ابد ولا اصلا وعدة مرات قلنا لهم يابا تعال باكر اذا يبلطون هنا اذا يبلطون هنا وين الدحق على المايات اصلا حتى التبليط فاصل حتى التبليط فاصل هنا قصة لكم بهاي المعاناة والله يمكن هاي اربعة تسع خمسة هاي اربعة تسع خمسة بهاي زين لا حق ما تقدر تطلع لا ما يقدر يفوت زين يعني اللي عنده مريض ما لازم يجيب له سيارة ويطلع سبب ايش؟ السبب هاي لاكو لا لاكو لا مياه ولاكو مجاري ولاكو هاي الشغل كله فاصلات هذا 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 دي يجي هذا يجي من الجديده هذا من الجديده يجي اللي استاذ احنا من بعد التحرير الى حد الان ما حجت لا جت جهه بلطت ولا نظفت مجاري حتى اذا يجون يجون عمال يعني ما يقدرون يشتغلون بالكركي ينظفون المربعات ويمشون فهذا احنا من اليابسات مم. حي الابار الى إيه راس الجاده، احنا القديمه هم محسوبين على القديمه. دمي. المجاري هذه صار لها 40 سنه، 30 سنه، ما يعني أنا و... و... وعيت على الدنيا هذه. ال... ال... المجاري مال ما لل... المجاري ال... نينوى اي مجاري نينوى فهاي تصير انسدادات، يعني لو تيجي بالشتاء تفوت على بيوتنا هنا، مم. احنا بالنسبه لنا نطلع من البيوت. مم. ما نظل بالويله الى هنا مم. يفوت المي متر ونص متر هاي اذا صار مطر يوم او ساعات. تمام. فهاي معاناتنا احنا من بعد التحرير الى هاي الساعة ما يسوون لنا حل المجاري هذه هي تنسد وتفوت علينا الـ 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 الامطار وال... موجه لدارة المجاري دائرة المجاري نعم وجو سووا مربعات يعني البواري نفسها هي ما نظفوها بس صبوا هاي الصبه ومشوا